توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. توج الفائزين في مسابقات الصقور على كأس سموه، وذلك ضمن إطار النسخة السادسة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن رياضة الصقور تشكل أهمية كبيرة كونها تمثل الهوية البحرينية باعتبارها جزءا من التراث الوطني الأصيل، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات عملاقة في الرياضات التراثية بفضل الاهتمام المتزايد والعمل الدؤوب من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث يحرص سموه على تنفيذ رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يولي جلالته أيده الله رعاية دائمة لرياضات الموروث الشعبي. وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأبطال الفائزين في أشواط المسابقات الخاصة بالصقور بمختلف فئاتها، منوها سموه بالجهود الحثيثة التي تقوم بها رياضات الموروث الشعبي في تنظيم موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، أحد أهم الأحداث التي تعمل رياضات الموروث الشعبي على تنظيمها بصفة مستمرة. كما أعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في المسابقات القادمة، مشيدا سموه بالمنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية التي تحلى فيها المشاركون طوال فترات المسابقة.